اندلع حريق كبير في مستودعات تابعة لشركة سانيتا في المنطقة الحرة داخل حرم مرفأ طرابلس، وطاولت النيران 3 مستودعات وأتت عليهم بالكامل من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من تطويق الحريق بالكامل الذي يمتد إلى مستودعات أخرى، ولا يزال الدفاع المدني يعمل على إخماد الحريق وحصره منعا لتمدده في المرفأ. بعد الإعلان